الكلمة الأولى للأستاذ ملك محمود الرئيسي ملك والمداخلة بعنوان تجريم التدوين في تونس ياسين العياري نموذج. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اخترت المشاركة في هذه الندوة المعنونة بالنشطاء الافتراضيون أمام العدالة أن نحن أمام تضييق جديد على حرية التعبير والتي ينظمها مركز الإسلام والديمقراطية مشكورا بمداخلة موضوعها تجريم التدوين ياسين العياري نموذج. ولننطلق في البداية بتعريف المصطلحات ومصطلح التدوين. لغة هو مصدر فعل دونة وقام بتدوين الأخبار التي سمعها أي قام بتشريحها كتابة. أما الاصطلاح فالتدوين يعني الكتابة في مدونة على شبكة الانترنت، والمدونة هي الموقع الإلكتروني الذي يجمع عددا من التدوينات وهو بمثابة المفكرة أو ساحة لطرح آراء الشخصية. كلنا يعلم أنه في النظام الاستبدادي الذي كان يحكم هذه البلاد كان هذا النظام يحارب بشراسة المدونين أو النشطاء الافتراضيين الذين كان يسعون إلى فضح ممارسته عبر المواقع الإلكترونية، فكان يعتمد على سياسة حجب المواقع التي تحرجه وتقلبه، وكان يقوم بالتوازي مع هذا الحجب بهرسلة وقمع كل مواطن تسول له نفسه نقد النظام عبر النشر والتدوين عبر الانترنت. ولعل من اشهر المدونين الذين عرفوا في تونس بالاعتماد على وسيله التدوين عبر الانترنت لمشابهه الاستبداد المرحوم زهير اليحيوي الملقب اليوم بشهيد الانترنت، والذي امضى اكثر من عام ونصف وراء القضبان ثم توفي بعد ذلك متاثرا باثار التعذيب الذي تعرض اليه في السجن. وقد تطور بطبيعة الحال التدوين في تونس حتى أصبح السلاح الوحيد الذي يملكه المثقفون والمعارضون لمقارعة النظام الاستبدادي أو الديكتاتوري القائم حينذاك. وكلنا نتذكر المساهمة الفعالة للنشطاء الافتراضيين والمدونين في إشعال نار الثورة في تونس ودورهم الكبير في التحريض على العصيان المدني ضد الدولة الفاسدة. ولا شك أن الثورة التونسية قد فتحت أبواب الحرية على مصراعيها وصار سقفها عالي، وأصبح التدوين جزءا لا يتجزأ في حياة العديد من التونسيين الذين يجدون في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات وغيرها من المواقع فضاء رحبا للتعبير عن آرائهم ولنشر مواقفهم بكل حرية. لا شك أيضا أن ياسين العياري النموذج الذي اخترته اليوم في موضوع هذه الندوة هذه المداخلة يعد مثالا للمدون الذي كان نشطا زمن الاستبداد حين شارك مثلا في حملة عمار 404، وكان نشطا أثناء الثورة وإثرها وعرف بجرأته وشجاعته ومواقفه المناهضة لدولة الاستبداد. ياسين العياري وإن وهذه مفارقة لم يقع سجنه في عهد الاستبداد في عهد الأهلي، اليوم يقبع منذ شهرين وراء القضبان بعد أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة. ومثل البارحة ياسين أمام محكمة الاستئناف، ونحن اليوم ننتظر التصريح بالحكم الذي أجل إلى يوم 3 مارس المقبل. ياسين العياري كما ذكرت هو يقبع في السجن من أجل تدوينات خطها على صفحته الخاصة بالفيسبوك. وهذه القضية التي سمعت عليها بالتحليل بعد حين ليست الأولى بالنسبة لياسين العياري التي يتعرض لها. فياسين العياري حكم سنة 2013 من أجل تدوينة على الفيسبوك كذلك، وصدر ضده حكم ابتدائي بالسجن لمدة 6 أشهر. وقد تم استئناف هذا الحكم ونحن إلى الآن منذ عام ننتظر
تعيين جلسة استئنافية. لعل جميع الحاضرين يعلمون أنه في القانون التونسي لا وجود لجريمة يطلق عليها جريمة التدوين. ولكن يسأل أن يسأل كيف يجرم التدوين إذن في تونس؟ خاصة بعد الثورة، ما هي النصوص التي تعتمد لتجريم التدوين؟ هل هي نفس النصوص؟ هل تتغير؟ هل الأمر يتعلق بنص واحد أو بمجلة واحدة أو أن الأمر يختلف باختلاف مبررات التجريم؟ كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها بالتطرق إلى نموذج المدون النشط ياسين العياري الذي حكم بالسجن في مناسبتين على خلفية ما دونه على صفحته في الفيسبوك. في المحاكمة الأولى تمت إحالة ياسين العياري على أنظار الدائرة الجمعية بالمحكمة الجديدة بتونس بالاعتماد على المرسوم 115 لسنة 2011 مؤرخ 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والاتباع والنشر. والسؤال المطروح في تلك القضية، هل أن الفيسبوك هو فعلا وسيلة من وسائل الإعلام الإلكترونية أم لا؟ الإجابة بطبيعة الحال واضحة ومباشرة وحاسمة، يعني قطعا لا، فلا يمكن اعتبار أن أي شخص يملك حسابا خاصا بالفيسبوك هو مالكا لوسيلة إعلام إلكترونية. فالفيسبوك يبقى في كل الأحوال مجرد موقع للتواصل الاجتماعي، وأنه بالرجوع كذلك إلى مجلتين الصحافة والاتصالات لا وجود لتصنيفا لا من بعيد ولا من قريب لموقع الفيسبوك كوسيلة إعلام. نتيجة لذلك فإنه إذا ما استدمنا أن الفيسبوك ليس وسيلة إعلام إلكتروني بل هو مجرد موقع تواصل اجتماعي، فإن ذلك يعني أن ما ينشر فيه لا يدخل ضمن طائلة الفصلين 50-51 من مرسوم 115. للأسف لم ينصرف وجدان المحكمة حين ذاك إلى هذا التحويل القانوني الموضوعي وأصدرت حكمها سالف الذكر بسجن ياسين لمدة 6 أشهر. المحاكمة الثانية وإن كانت من أجل تدوينات فيسبوكية إلا أن إطارها كان مختلفا تماما عن المحاكمة الأولى، وذلك باختلاف نص الإحالة المعتمد والسند القانوني الذي تأسست عليه القضية التي يقبع من أجلها ياسين الآن في السجن. حيث تمت إحالة ياسين العياري على القضاء العسكري وليس على القضاء العادي مثل الحالة الأولى بموجب الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ووجهت ياسين تهمتين. التهمة الأولى هي المس من هيبة المؤسسة العسكرية وكرامة الجيش وسمعته وما يضعف في الجيش روح النظام العسكري وطاعة الرؤساء والاحترام الواجب لهم. تهمة يعني فضفاضة وواسعة. والتهمة الثانية كذلك نشر وإبلاغ وإفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل التكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية في شأن أحد أفرادها. الفصل أطول من مما ذكرت ولكني لخصته في هذين التهمتين، فقرة أولى وفقرة ثانية من الفصل 91. وهذه المحاكمة السياسية بامتياز اعتبرناها كلسان دفاع ياسين العياري كانت بسبب نشر ياسين لمقالات، هي في الحقيقة 4 مقالات عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك ينقد فيها أداء وزير الدفاع السابق ويطالب من خلالها التحقيق في عملية أو حادثة تنشير التلة التي استشهد فيها 15 جنديا نحسبهم عند الله شهداء. ياسين العياري ولا شك كان يمارس حقه الدستوري في التعبير، والنقد المكفول له بالفصل 31 من الدستور الجمهورية الثانية، ولكن المحكمة الابتدائية العسكرية أبت إلا أن تصادر هذا الحق، فتوجه له تهم الفصل 91 وهو فصل وإن كان يسمح بتتبع المدنيين أمام القضاء العسكري لكنه يبقى غير قابل للتطبيق من العديد من الأسباب، أهمها أولا أنه مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية هي مجلة تم إحداثها بمقتضى أمر علي بتاريخ 10 جانفي 1957،
أي في عهد البيت، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الأمية يعني أكثر من 80% من الشعب التونسي، وفي وقت لم تكن فيه حرية التعبير أصلاً مطلباً لهذا الشعب. وكانت فكرة الخنوع، تحدثوا عن تلك الحقبة، والخضوع للحاكم هي الفكرة المترسخة في أذهان أفراد الرعية حينذاك. وهي فكرة يعني زاد في ترسيخها النظام البرجيزي بعد علاء الجمهورية وصدور دستور 1959، وهو ما يفسر عدم ترقيح هذا الفصل أو حذف الفصل 91. الوضع في تونس اليوم وضع مختلف، فالحرية بصفة مطلقة وحرية الرأي والتعبير بصفة خاصة تمثل بالنسبة لأغلب مكونات الشعب التونسي المكسب الوحيد الملموس الذي تم افتتاحه والتمتع بممارسته بعد الثورة. هذا السبب الأول الذي يجعل الفصل 91 غير قابل للتطبيق. الفصل السبب الثاني هو وجود نص خاص يعنى بالنظر في القضايا أو الجرائم بين ظفرين التي تدخل في الاتصالات أو ما يسمى بجرائم الاتصالات، وهو النص قانون أو مجلة الاتصالات صدر بموجب قانون عدد 1 سنة 2001 المؤرخ 15 جانفي 2001. والنص الخاص في القانون يسبق دوما تطبيقه النص العام بل يلغيه، وهو ما يلغي تماما وبالقانون إمكانية إحالة المدنيين وخاصة النشطاء الافتراضيين على القضاء العسكري بموجب الفصل 91 المذكور. السيد عياري يقبع الآن كما ذكرت في السجن، وهو ينتظر صدور الحكم الاستئنافي الذي نرجو أن يكون وفق طلبات الدفاع التي كانت إما بالتخلي عن القضية وإعلان عدم اختصاص المحاكم العسكرية، وهو الملتمس والمرجو في هذه القضية، وإما وإن بالحكم بعدم سماع الدعوة وإخلاء سبيل ياسين، وهو حكم جيد ولكنه يبقى الحال على ما هو عليه، بما أن خطر حالة المدنيين على المحاكم العسكرية يبقى قائمة الذات في انتظار تقصيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. ما يستنتج من هذين المحاكمتين الذين واجههما ياسين العياري أن شكل القانون لتجريم التدوين متغير ومتقلب بتغير الشكل أو زاهم المضرة. فإن كان هذا الأخير مدنيا فإنه يحال على معنى المرسوم 115، وإن كان عسكريا فيحال على القضاء العسكري تبقى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وفي النهاية تبقى حرية التعبير هي المتهم الأكبر في كلتا الحالتين. في النهاية دعوني أؤكد على أن حماية الحريات بشكل عام وحرية التعبير بشكل خاص تبقى في الأخير موكولة لكل مواطن حر.